بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام وتستمر الرحلة مع الأسماء الكريمة أسمائه تعالى واسمي اليوم الشريفين المعز المزل نبدأ مع فضيلتكم بمأخذ الإسمين ومعناهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فهذان الاسمان يجريان ايضا مجرى ما سبق من الاسماء مثل الخافض والرافع الى اخر ما ذكرناه وهما ايضا ليس من اسماء الذات وسوف نعرف ان شاء الله في حلقه قادمه التفرقه الدقيقه بين صفات الذات وصفات الافعال ومعنى صفات الافعال عن يعني الصفات التي تترتب على فعل مخلوق نعم انما هي ليست من صفات الذات بمعنى انها صفات دائمه كذا الى اخره ورد ايضا في القران بالفعل بصيغه الفعل وليس بصيغه وكل اسماء الافعال تقريبا من هذا النوع ترد بصيغه الفعل وليس بصيغه أسم الفعل الفاعل تعز من تشاء وتذل من تشاء ده موجود في القران الكريم نعم. ورد ايضا في الحديث ابي هريره وايضا هذان الاسمان ورد في حديث للترمذي ايضا عدد فيه الاسماء نعم. وكما قلنا هما من من صفات الافعال وماخوذان من يعني الاعزاز والاذلال نعم وطبعا يعني معنى الاعزاز والإزلال ايه؟ معنى الاعزاز يعني ان يعز الله سبحانه وتعالى بعض خلقه والإزلال ايضا هو ضد او نقيض هذا، يعز بماذا؟ قالوا يعز بالملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى طبعا يعني ليس هذا هو المعنى الوحيد نعم وذهبوا مذاهب كثيره جدا في تفسير ال... الاعزاز تفسير الاعزاز قالوا ايضا قد يكون الاعزاز بالمال نعم بالفقر لا. وقد يكون الاعزاز بالجاه والإزلال بالخمول نعم وطبعا يعني هنا اذا وردت هذه الامور دون يعني تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم عليه او من القران تجد العقول تذهب مذاهب شتى في 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 التفسير لكن على كل حال يعني غالبيه العظمى من المفسرين ومن الشراح يرون ان الاعزاز او العز هو في الزهد في الدنيا سبحان الله هي كلمه نعم. العز بالنسبه للعبد بالنسبه للعبد وده شيء طبيعي لان العز مربوط احنا يعني قلنا في الاول بالمال مثلا او قلنا بالجاه المال فيه استغناء لا. فيه استغناء عن يعني وعدم الاحتياج الجاه نفس الشيء لا. فيه استغناء فالزهد هنا هو يعني في مرتبه من الاستغناء اعلى من مرتبه استغناء صاحب المال بالمال لا. لأن الزهد هنا يستغني عن المال نفسه. يعني الغني أو اللي قلنا عليه يستغني بالمال. لا. الزهد يستغني عن المال وعن صاحب المال. سبحان الله فهي درجة أعلى طبعاً. درجة أعلى في الاستغناء. نعم ليه قالوا أن الزهد أعلى أو درجة ودرجة الزهد أعلى من درجة ال يعني يعني من فسروا أنه يعز بالزهد ومن وقارنوا بين من فسروا يعز بالمال نعم فطبعا الزهد ده تقلل فكيف يعز بالتقلل لا. لا لان احنا طب لما عزه بالمال لانه فيه استغناء نعم فيه استغناء وفي عدم احتياج طيب نيجي نشوف هنا هل هذا المعنى موجود متحقق, هنا متحقق في, في الزهد في الزاهد ده متحقق ومضروب 100 مره لا. لأن الزاهد يزهد أولا في المال نفسه لا. اللي هو مصدر إعزاز هنا أصبح صاحبنا عنده مصدر لو تقيد به مصدر إزلال لا. ثم يستغني عن صاحب المال لا. يستغني عن صاحب المال فيكون هو أكثر عزا من صاحب المال أو يكون الإعزاز بالزهد أقوى وأعلى درجة من الإعزاز بالمال أوه. طبعا هو ده هو ده التحليل فعلا الانسان اذا ما زهد عز يعني في منتهى العز وعشان كده الانبياء كانوا يعني عز الناس طبعا كانوا يعني زهاد كانوا زهادا مع. الاولياء معظمهم زهاد نعم مع. ويرون يعني حتى كانوا يقولون يعني اذا رايت الدنيا تقبل يعني على شخص فعلا أنها عقوبة عجلت له. ده كلامهم طبعا نعم. يعني احنا ما احنا ما احنا بنعرض الناس دي كنماذج علشان بس ايه نطمئن إلى أن احنا ما قدره الله لنا هو الخير لنا. نعم. يعني الإمام الشافعي له أبيات في منتهى الجمال كان يقول أنا إن عشت لست أعدم قوتا. نعم. يعني أنا طول حياتي لو عشت مش ممكن حيتيجي علي يوم لا يعني أعدم فيه الفطار أو الغداء أو العشاء أنا أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا ولو أنا مت سبحان الله مش معقول أن أنا مش حيلاقوا لي قبر يحطوني فيه نعم فإذا هو سواء يعني عاش أو مات فأموره مكفية نعم أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا ثم يقول بعد ذلك وإذا قنعت بالقوت عمري فلماذا أهاب زيدا وعمرا سبحان الله يعني إذا كان كل العاز وهذا القوت والبلاغة في مربح. تحقيق المضمون والمعنى تحقيق المضمون طبعا لأنه هو يتحدث عن حال فعلا م. هو يعيش هذه الحال وأنه فوق الجميع بعملية الزهد في نعم. وكان يقول كان يقول أيضا أمدت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون هذا نعم. الزل بقى شوف الزل, الزل هنا في عدم الزهد نعم. فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون نعم. هؤلاء يعني فعلا السبب أو يعني دول يفسروا كيف أن كثير من شراح هذين الاسمين يقولون أن المعز هو المعز بالزهد في الدنيا من يعز عبده بالزهد في الدنيا والعكس صحيح ويزل عبده بالطمع في الدنيا أو في ما في أيدي الناس, ما في أيدي الناس نعم لكن صحيح العزة في الاستغناء قدر الإمكان عن الخلق وعن نعم. زينة الحياة الدنيا، واقرأ الآيات الكثيرة ستجدها تزهد في لأن فعلاً كنا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم. شي طبعاً شي أنا لا أدعو الناس هنا إلى أن بالعكس أنا ح يعني توقفت عند وجوب اكتساب الرزق وجوب و... السعي. والسعي، إلى... وجوب نعم. السعي، ووجوب فعل الأسباب. ده ما كلام، لكن نعم. لا نغضب بعد ذلك إذا أو نرضى بما يقسمه الله لنا من من نعم. من رزق نسعى ثم بعد ذلك ننتظر ما يقسمه وكما الله وكما اشرت فضيلتكم من قبل الى ان السعي ليس مبررا لتحقق النتيجه نحن مطلوب مننا السعي فقط اما النتيجه فهي من الله سبحانه وتعالى لان فعلا منطقيا لا يوجد لا يوجد علاقه حتميه نعم. بين ان تفعل السبب ثم يرتبط المسبب ويحصل بالضروره ولا بد ان يحصل لا. نعم. يعني ولعلم حضرتك انا لا اريد ان اتوسع في هذا ولكن حتى يعني الذين توقفوا وقالوا ان الحس هو المصدر الوحيد لاي معرفه في الذهن، نعم اي معلومه في الذهن لا بد ان تاتي من الحس. نعم. الفلاسفه الاخرين قالوا لهم طيب تعالوا ايه رايكم بقى في العلاقة بين السبب والمسبب نعم وضربوا لهم مثل بالنار قال لهم أنا عندي نار وعندي قطن وحينما يلتقي النار تلتقي النار بالقطن يحصل الاحتراق نعم قال لهم أنا عندي الحس بيقول لي فيه سبب يجاور يجاور مسبب نعم. جاوروا بعض انما لا تجد في الحس ان يوريني علاقه ان فعل النار في القط دي مش لا. موجوده دي في العقل فقط وانما ولكن على مستوى الحس لا توجد يعني لا. اللي بيشوفوا الحس انت ظاهرتان تتجاوران فيحدث الشيء وضربوا لهما مثلا بصياح الديك وطلوع الفجر لا. تسمع الديك تقول خلاص الفجر هل الديك سبب فيه الـ في 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 طلوع الفجر هما ظاهرتان متجاورتان متجاورتان لكن فبيقول لك العقل لما خد على ان كل ما يشوف الظاهرتين المتجاورتين يحدث ده فكر يربط بينهم فعلا ولذلك يقول هو خداع الحواس نعم العقل انخدع بالحواس فظن ان كلما تجاورت الف مع باء حدثت جيم سبحان الله اخذ بالحضرتك نعم. ولكن الحقيقه انه لا علاقه عقليه بين الف وباء، كل ما بينهما اذا كنا نعم. اذا كنا حنعتمد على الحس اذا كنا حنعتمد على الحس كل ما بينهما هو التجاور والالتصاق والالتصاق ليس معناه ان الف تحدث باء او تؤثر في باء وخير دليل على هذا سيدنا ابراهيم عليه السلام بالضبط ولذلك الذين يؤمنون بي بي بانه كلما وجد النار في القطن وجب الاحتراق لا يستطيعون ان يؤمنوا بمعجزه سيدنا ابراهيم وان النار لا. وجدت في جسمه ولم يحترق. يعني مثلا هيوم او الناس اللي هم وهو ملحد. نعم. وهو ملحد انكر العليه ايضا لانه مسكين حيجيب من فين العليه؟ هو بيقول انا مصدري ده الحس. دورنا على العليه العليه. لا. على الحس ما لقيناهاش. طب تؤمن بها ازاي؟ قال لك لا انا لا اؤمن بالعليه بين الاشياء. وإنما هو ده وكيف مجرد. يفسر باقي الأشياء الغير محسوسة هكذا يقول لك ده ما. تجاور وخلاص إنما شوف أنكر العلية بس أنكرها انطلاقاً لأنه لا لا توجد في في يعني لا يثبتها الحس نعم وهو لا يؤمن بالعقل قال العقل ده مش مصدر عندي نحى العقل نحى طبعاً قال أنا عندي الحس هو المصدر طيب شو حلل لي علاقة العلية دي بين الأشياء لا. كيف ده يؤثر في قال لك لا هذا لا مضطر لا نعم لو قال لك هذا يؤثر في ذاك، طيب المعلومة دي جبتها من فين؟ نعم اطلع في الحس ما فيش، اللي في الحس تجاور فقط. تجاور وليس تأثير. نعم ف ولذلك هو يعني قال لك ممكن تلتقي النار ويلتقي ولا ولا يحترق. نعم ويعني المنطلق مختلف هو طبعا من الإلحاد لأنه لا يؤمن إلا بالحس والحس لا علية فيه. نعم وأما الآخرون فقالوا أن العلية لله وحده هو الذي يحدث الاحتراق نعم يعني انا اريد ان طبعا اخرج من الموضوع بفائده وهو ان كثير للاسف الشديد حتى من المتخصصين يقولون يا سيدي ده ده كلام فارغ الاشاعر يقولوا ان النار تلتقي بالقطن ولا يحدث الاحتراق، كلام غير صحيح لم يقل الاشاعر، مش هوبل على شأن يقولوا هذا الكلام ولكن هم يقولون نعم يحترق القطن ولكن الفرق بيني وبين هؤلاء الساخرين أسألك من الذي أحدث الاحتراق هو النار ولا هو الله حينما تجاورت النار مع القط نعم. إذا قلت والله الذي يحدث الاحتراق هو النار فعليك أن تقول أن إبراهيم إما أن احترق وكذب القرآن نعم. وإما أن ترجع عن مذهبك وتقول فعلا أن قد تلتق النار بقابل الاحتراق والله, والله سبحانه وتعالى يمنع تأثيرها نعم. فهم يقولون نعم يحدث ولكن الذي يحدث ذلك هو الله وليس النار، ولهم أدلة عجيبة جدا، وقال لك يعني إيه الفرق بين بين النار وبين القطن؟ من لا. حيث عدم العقل، من أن كل منهما جماد كل منهما لا إرادة له، كل منهما فيعني فعلاً ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي الفاعل الوحيد في هذا الكون، أو هو المؤثر الوحيد في هذا الكون. إذا رجعنا إلى إلى معنى الزهد وقلنا أن المعز يعني هو أو العزيز هو الذي يزهد نعم الكلام ده برضه مش كلام درويش ولا كلام مجازيب ده كلام القرآن الكريم خذ مثلا عندك الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه, عليه والسلام وسلم والسلام. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نعم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ليه هذا التحذير يعني لأن النظر إلى الناس دي أو الهيلمان اللي هم فيه متعب ومؤذي وممكن يعني يشكل كوابح للإيمان أو أمور تضعف الإيمان والآية الثانية يعني مش آية واحدة بس وكل آية الأولين يعني لا تمدن عينيك يعني ما تبصش على الناس دي أو ما تبصش على ما اعرفش انا مظاهر الغنى الان فيها ايه ولا ايه لا لا تنظر الى هذا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا نعم لنفتنهم فيه سبحان الله طبعا واضح ان الغناء والغناء والسراء ده هو وبعدين الايه تنتهي ورزق ربك خير وابقى دي في سوره طه نعم. والاولانيه في سوره الحجر والاثنين لا نعم. تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا فضيلة الإمام حتى يعني بعض الناس قد يختلط عليهم الأمر ويقول أن الزهد مرتبط بعدم السعي او عدم الاخذ بالاسباب او التكاسل او الخمول او غيره نوضح للمشاهدين الكرام الفرق بين هذين المفهومين هذا الكلام ممكن يقال لو ان نحن فسرنا الزهد بمعنى القعود نعم وعدم مباشره الاسباب لكن انا عندي ما هو في في حاجات كثير يعني في ورد الامر وقل اعملوا نعم دي بتخليني الزهد هو ما هو ممكن الزاهد ده يبقى فيه فلوس لكن هي كلها بره من, من اهتمامه وبره نعم. يعني من من, من قلبه وبره من عينيه ايضا هو ده الزهد يعني الزهد ان تملك المال ولا يملكك المال نعم او ان تملك الاشياء ولا, ولا تملكك تملك الاشياء ده في ناس لو يعني الموديل السياره تاخر سنه ما تعرفش تنام نعم ليه ده عبد عبد رهيب يا يعني عبوديه وذل وذل اللي ايه يا يعني ريت حتى ذل ذل اشياء فاذا ما نقدرش نقول ان الزهد هو عدم العمل الكلام ده لو فسرنا الزهد بانه عدم لا الزهد بانك انت تطلب العز من الله سبحانه وتعالى نعم وزي ما قال الامام الشافعي الامام الشافعي كان رجل بيشحد بالعكس كان رجل عظيم لكن زي ما قال، قال انا الدنيا عندي انا والله ان عشت مش هأعدم قوت ولا فلماذا ان انا اخاف الناس او ازور زيد او ازور عمرو او ارجو من فلان لاني ال 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 هذا الطريق يعني طمع الطمع هو طريق المذله وطريق نعم الذل والله سبحانه وتعالى يعني يحب العبد المؤمن العزيز نعم وليس الذليل وكما قلت لك من قبل يعني من هؤلاء الذين يعني آه لمسوا يعني ملك كسرى فانهار ولمسوا ملك القياصره فانهار في 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 سنوات قليله لا هؤلاء كانوا زهاد لا وكانوا يعني فعلا و ولم يفتتنوا بما ب ب بما راوا فهذا هو ما يمكن ان يقال في المعز المزل بمعنى اللي هو تقريبا معظم الشراح قال انه المعز بالزهد في الدنيا او الزهد في ما عند الناس في أيدي الناس والمزل هو الذي يعني نعوذ بالله يرزقه الطمع نعم. فيما في أيدي الناس نختم مع فضيلتكم حلقة اليوم بحظ العبد المسلم من اسميه الشريفين المعز المزل نعم هو طبعا طلب العز بالطاعة نعم. يكون عزيز زي ما قلنا بالطاعة وليس بالاكتناز وكسرة المال وإراقة ماء الوجه هنا وإراقة كرامته هناك في حتى يجمع المال لا نعم. انت تطلب العز بالطاعه سواء اعزك بالمال او اعزك بالفقر نعم. سيان عندك وان ايضا يحذر الزل بالمعصيه نعم. وان تعلم ان الزل كل الزل في انك انت نعوذ يعني بالله تكون ممن غضب الله عليهم نعم. شكرا فضيله الامام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه الى لقاء جديد وحلقه جديده من حديث الامام الطيب باذن الله